انت خدتها من خلال تفاصيل المعسكر وكلام كريم ندفت. يعني انا في الحقيقه يعني هم غطوا او بعثوا برساله اطمئنان لجماهير الاهلي ان احنا جادين جدا، عارفين احنا بنواجه ايه وبنعمل استعدادنا ليه ازاي. ده مهم جدا 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 ان الناس تبتدي تطمئن ان المساله واخده مسار اولا جد جدا، صارم جدا، منظم جدا، علمي جدا. ده مهم جدا، يعني مش مجرد معسكر، لا، ده بيتمتع بيه مجموعه من المواصفات الفنيه والتنظيميه والاداريه اللي بتتخلي اللعيبه في حاله تركيز كامل. وده مهم جدا، فكره التركيز، لان التركيز تدريب. يعني فكره اللعيب هو داخل مباراة مش مجرد انا قررت ان اركز فانا استطيع ان اركز، بيتدرب على التركيز، انا بتدرب على التركيز. ففكره ان انا دلوقتي وانا حتى في بدايه موسم الاعداد بركز بطريقه مختلفه وبتعلم اساليب وادوات كتيره وعادات جديده في التركيز والعمل، ده هيساعدني في المباريات. انا شخصيا حاسس باطمئنان شديد جدا جدا من هذه العقليه السويسريه العظيمه اللي هي نظمت هذا واختارت النمسا تحديدا وفيينا. طبعا انا رحتها وعارف يعني ايه فيينا، فشيء عظيم، وانا طبعا سعيد جدا بهذا العمل. استاذ عصام، سريعا انطباعاتك الاوليه. هي الانطباع هو ده، وهو بيحقق جزء برضو من السلوجان بتاع ما تخافش على الاهلي. بجد يعني الاهلي دائما في ركاب العالميه. انا سعيد قوي ان ما فيش لعيب قال نحن نبذل الجهد والعرق. خلاص الاهلي كالعاده في حته تانية مع تطويره مع كولر، مش هيلاقي زيها غير مع اداره زي اداره النادي الاهلي. ده اللي بياكده كلام استاذ نبيل او وصفه او شرحه، انه بالفعل الفرقه على اعلى مستوى تقني وحرفي واحترافي بمسانده المؤسسه اللي هي الاداره. ناس عندها استراتيجي وناس بتعرق وبتقود بعمل كله علم. ده كلام مهم جدا.